ها انت هون؟ شو كنتي عم تساوي بأوضتي؟ ولا شيء، كنت اقول لك شغله طلعت لقلك اياها ما لقيتك بالاوضه. هلا كنا انا وياكي تحت، ليش ما قلتي لي شو بدك؟ هذا اللي صار. ليكي كريمه، يا هلا بتقولي شو كنتي عم بتساوي بأوضتي، يا اما اليوم رح تنامي ببيت اهلك. انا هذا اللي بدي اياه يا ست قمر، نشوف مين بده ينام ببيت اهله وبجرسه كمان. ليكي مفتحي، لولا غلاوتك عندي كنت زعلت منك. ها ما عجبتني بنوب منك يا ابو طلال، مالك حق. لا ستي الي حق، بدك يعني اتجوز بنتي الوحيده لهالسرسري بابا حسن؟ ولك نسيتي شو عمل بيت الحرايري؟ نسيتي شو عمل باولاده العمران؟ بس لا تقولي بس ولا شيء، بدك يعني فوق منها كافئه وجوزوا بنتي؟ ولك مجنون يحكي وعالي يفهم شو هالحكي هاد. بس شحاده باينه عليه عن جد انه تاب، وإذا نحن أولاد حارته ما وقفنا جنبه، مين رح يوقف جنبه؟ بدنا نضبه نحن. أم فتحي، لفي لي هالسيرة، بزعل منك. ها وليه؟ امي شبه اختك؟ امي شبه ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ اذا قعدت معنا على الاكل يا دوب عم تاكل لقمتين، ويا من تراها صفنانه بهالحيطان، وكل الليل ضوء اوضتكم شاعل، قال شو عم تدرس؟ ايه امي قالت لي هم الدراسه، عندها دراسه كثير. لا تجذبيها علي، اختك مانا من تبع دراسه دراسه، قولي لي شو عم يصير معها؟ امي شبه عرفني انا، روحي اساليها اللي عم تساليني الي، يلا عندي دراسه كثير. تكمل.